تعالى لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الخصبة، يعني دير الخير وانساه، ولكن رب العزة تبارك وتعالى ما غاديش ينسى، انت انساه، ما تذكروش ولو بينك وبين نفسك، وهذا قمة في الإخلاص، وكن على يقين أن رب العزة ما غاديش ينساه، لأن غدا يوم العرض ستندهش لحجم ذلك الإنفاق ولحجم تلك الزكوات وتلك الصدقات اللي كنتي كتعطي. لكن تذكر أن للقبول شروط، فمتى خرجت الصدقة ومتى خرج الإنفاق، يعني بنية خالصة وقلب سليم ونفس صافية، ثم كان المال حلالا، ثم وضعت هذه الصدقات في موضعها المناسب، متى توفرت هذه الشروط كان الجزاء عظيم ووفيا، وكانت المضاعفة تزيد عن 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء بطبيعة الحال بحسب يعني نية العبد وبحسب تجرده، لأن الإنسان في هذه الأعمال خصو يكون متجرد لله عز وجل، هذه الأعمال خصها تكون خفية باش تكون ثقيلة في الميزان، فالأعمال ليست سواء والعاملين ليسوا سواء، يعني العبادات ماشي بحال بحال، راه أنك تعطي الصدقة ماشي هي أنك تدير واحد العبادة أخرى، راه الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمانك. الصدقة شي حاجة عظيمة عظيمة جدا، لدرجة كما جاء في الأثر تطفئ غضب الرب، لدرجة أنها تدفع المصائب والبلايا والمحن، لذلك كانت برهان على صدقك إيمانك. فقدم ما أعطيتها في الخفاء قدم ما غادي تلقاها. إذا الأعمال ليست سواء والعاملين ليسوا سواء، راه نقدروا كاملين نعطيو الصدقة، ولكن النيات ديالنا كيفاش دايره تجاه هذه الصدقه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق والصواب والاخلاص في الاقوال والافعال. لقاؤنا سيتجدد ايها الاحبه الكرام في بشاره اخرى من بشاره واشارات. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إشارة وبشارة، دلالات وبشارات من هدي القرآن والسنة. السلام عليكم أيتما سيسما، لك اليوم مليح، نتمنى إن شاء الله تلقاك اليوم مليح على أحسن ما يرام، راكم ولا الأهل ديالكم، نتمنى إن شاء الله صلاح الأولاد. غادي يلقيك اليوم لاه بالصحة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نهارك يا خويا كميش الدورة إن شاء الله، غادي نتمناو النهضة إن شاء الله. نتسكرهم ديجا السلام يا عز، ماني ما تجر، نتسكرهم ديجا السلام في مرة ويجينا كيفنا، نتسكر ديجا السلام يوغان مريني المشاهدين المتابعين وجندي داخل الوطن وخارج الوطن، قيم في كبنة أن تصرف أن تتمعنا من اشتغل من دقائق إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله.